الآن ستتعلم كيفية تطوير صدرك وثلاثية الرؤوس. ستحصل على أفضل التمارين التي ستحقق ذلك. بطلي سيعلمك خطوة بخطوة كيفية استخدام تمارين المفاصل المزدوجة وتطوير الكتلة في صدرك وثلاثية الرؤوس، وأيضا تمارين المفصل الفردي التي ستضع الشكل والتحديد في الصدر وفي ثلاثية الرؤوس لملء ذراعيك وتوسيع صدرك. جعلهم يعملون لصالحك بحماس وإيمان بأنك ستحقق ذلك. إحدى وظائف عضلة الصدر هي سحب الذراع عبر الجسم بحيث يمتد الكتف إلى الأمام وتكون لديك المقاومة في العضلة الخلفية. الآن أصبحت العضلة الصدرية فريدة من نوعها من حيث أنها ترتبط بمرفق واحد عند الكتف، ولكن بعد ذلك لديها عدة ملحقات مختلفة على طول الجزء الداخلي من القفص الصدري. لذا ما يتعين علينا القيام به هو تطوير تركيبة فريدة لتطوير جميع زوايا الصدر المختلفة. تكون زوايا أي جزء من الجسم الذي سيتم العمل منه عندما يكون الأصل والإدراج على خط واحد. سنحتاج إلى تطوير مجموعة كاملة من الزوايا المختلفة حتى نتمكن من العمل على الصدر بفعالية. بسبب عدد المرفقات لأعلى ولأسفل في منتصف الصدر، يجب عمل الصدر من الأوضاع المائلة والأوضاع المسطحة والأوضاع المنحنية من أجل تحقيق نمو كامل ومتساوي. العضلة الصدرية الكبرى هي عضلة سميكة على شكل مروحة، أصلها ممتد من مركز الترقوة وعظم القص وحتى الضلع السادس أو السابع، والتي تدخل في عظم العضد. إنها تنثني وتخطف وتدور الذراع والكتف إلى الوسط. حركات بناء الكتلة والقوة الأساسية للصدر هي جميعها نوع من الجانب، حيث يتم دفع الوزن بعيدا عن الجسم باستخدام عضلات الصدر والعضلة الأمامية والعضلة ثلاثية الرؤوس. الخطأ الأساسي الذي نراه غالبا في صالة الألعاب الرياضية عندما يتعلق الأمر بتدريب الصدر هو أن هناك ضغطا كبيرا على الذراعين وعدم وجود عمل كاف من عضلات الصدر نفسها. لتطوير الصدر بشكل صحيح يجب أن تتحرك الكتفين للأمام من وضعية الاستهزاء للخلف حتى حيث يتم ضغط عضلات الصدر إلى نقطة الانكماش الكامل. إذا لم تتحرك الأكتاف للأمام فلن تعمل عضلات الصدر بشكل مباشر. كان تمرين الضغط على المقعد المسطح دائماً أحد أكثر تمارين الجزء العلوي من الجسم شيوعاً، لأنه لا يطور العضلات الصدرية فحسب، بل ينمي العضلة ثلاثية الرؤوس والعضلة الدالية الأمامية أيضاً. ومع ذلك، نظراً لكون عدد كبير من العضلات متورطة عندما تقوم بتمرين الضغط على المقعد، تأكدوا من استخدام قبضة واسعة بما يكفي لتفعيل عضلات الصدر بشكل كامل. القبضة الضيقة تجبر العضلة ثلاثية الرؤوس على القيام بكمية غير متناسبة من العمل كما سنرى لاحقاً. أسقط البار بشكل متعمد وتحت التحكم الكامل. الجزء السلبي أو المندد من التمرين ليس أقل أهمية من الجزء المركزي أو الإيجابي من الحركة. أنزل البار إلى منتصف الصدر وليس بعيداً جداً نحو الرقبة. توقف ثم اضغط عليه مرة أخرى حتى يصل إلى وضع القفل الكامل وشعر بالكتفين يضغطان للأمام وتنقبض عضلات الصدر. إذا قمت بالرفع باستخدام ذراعيك فقط في هذا التمرين فلن تحصل أبداً على نوع النمو الصدري الذي تبحث عنه. من المهم أن تتوقف البار تماماً في الأسفل. عندما تقوم برفع الوزن عن صدرك فإنك تخاطر بالإصابة وتقلل من صعوبة التمرين. لذا إذا كنت تريد القوة الكاملة من تمرين الضغط على المقعد فأنزل البار للصدر وتوقف تماما قبل الضغط عليه مرة أخرى. عندما تقوم بتمرين الضغط على المقعد تأكد من التحكم في البار وسرعة صعوده وهبوطه ومدى النزول. لا تضغط البار على الجسم بقوة حيث يتم توسيع صدرك بشكل مفرط ويتم دفع ذراعيك إلى الجانبين وشعورك بالإمساك في منطقة سطح الصدر. التدريب على الضغط على مقاعد البدلاء فقط يرتدون الوزن ويرفعونه مرة أخرى، حافظ على ذلك سلسا دائما. الحركة الهابطة هي مهمة بنفس القدر كالدفع لأعلى. إنه مهم بنفس القدر لأنه يؤكد على القوة والتعريف العضلي في العضلات. تسمح تمارين الضغط بالدمبل لكل جانب من الجسم بالعمل بشكل مستقل، مما يجبر كلا الصدرين على العمل بأقصى كثافة.
الضغط بالدمبل يمكن العضلات المثبتة حول الكتف من أن تصبح أقوى أيضاً. ومع ذلك فإن تحقيق التوازن والتحكم في الدمبل أصعب من استخدام الحديد، لذا عليك التركيز على الرفع بسلاسة وتعمد وتحت السيطرة في جميع الأوقات. عندما تقوم بالضغط على الدمبل لا تضغط عليهم بشكل مستقيم لأعلى ولأسفل، لأن هذا ينطوي على الكثير من العضلة ثلاثية الرؤوس وليس صدرا كافيا. بدلا من ذلك قم برفعهم وخفضهم على شكل قوس بسيط مع تحرك الدمبل للخارج عند النزول والعودة نحو بعضهم البعض عند الصعود، ليس بقدر ما هو الحال مع تمرين الطيران ولكن في حدود نفس الحركة. هذا يمكنك من الحصول على تقلص أكبر وأكثر اكتمالا لعضلات الصدر، مما يمكن تحقيقه بشكل عام في حالة إمساك يديك بالحديد. هذا عادة يكون تمرين الضغط الهابط، ويطور الجزء الأسفل من العضلات الصدرية كما في حالة الضغط الأسفل بالحديد أو الدمبل، ومع ذلك تميل مكابس الانخفاض إلى أن تكون أكثر فعالية كتمرين للكتلة والقوة، بينما الانخفاضات هي تمرين أكثر تحديداً وتحديداً للنطاق الكامل. عند القيام بالانخفاضات كلما أنحنيت للأمام أكثر كلما تركزت أكثر على عضلات الصدر. عندما تؤدي التمرين وجسمك في وضع أكثر استقامة كما هو موضح هنا على سبيل المثال، فإنك تميل إلى تحميل عضلة العضلة ثلاثية الرؤوس أكثر من الصدر، وهو تمرين جيد للذراع ولكنه ليس مفيدا جدا لنمو الصدر. مع الانخفاضات كلما انخفضت زادت كثافة الحركة، لكن لا تنخفض أبدا إلى مستوى منخفض جدا بحيث تؤدي إلى إجهاد العضلات والأوتار والأربطة المعنية وتزيد من خطر الإصابة. أداء تمرين الضغط على المقعد بالحديد على المنحدر يغير زاوية جهد الصدرية ويضع ضغطا أكبر على المنطقة العلوية من الصدر. يتم إجراء تمارين الضغط المائلة بالضبط مثل تمارين الضغط على مقاعد البدلاء المسطحة باستثناء بعض الأمور. أولاً، عندما تضغط على منحدر عادة لا يمكنك رفع نفس القدر من الوزن الذي يمكنك رفعه أثناء تمرين الضغط على المقعد المسطح، لذا سيتعين عليك ضبط الوزن بناء على ذلك. ثانياً، ستجد صعوبة أكبر في تحقيق التوازن والتحكم في الشريط الذي يعمل بهذه الزاوية، مما يعني أنك بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على استخدام التقنية المناسبة. لذا تأكد من إنزال الحديد ببطء وتحت السيطرة الكاملة والتوقف تماما في الأسفل قبل ضغط البار مرة أخرى إلى مكان البداية. تعتبر مكابس الدمبل المائلة تمرينا آخر للكتلة والقوة للصدر العلوي. بالنسبة لضغطات الحديد المائلة ستحتاج إلى القيام بالحركة بوزن أقل إلى حد ما مما تفعله على مقعد مسطح، ويتطلب التحكم في الوزن وموازنته التركيز الكامل. كما هو الحال مع تمارين الضغط بالدمبل المسطح لا تضغط على الوزن بشكل مستقيم لأعلى والأسفل مع بذل الكثير من جهد العضلة ثلاثية الرؤوس. تأكد من أن الدمبل تتحرك في قوس طفيف للمساعدة في إخراج الذراعين من التمرين وجعل الصدرية تقوم بأكبر قدر ممكن من العمل. التمرين الأساسي للعزل بالنسبة للصدر هيكون حركة من نوع الذبابة. تجلب حركة الذبابة الذراع عبر الجسم في شكل قوس. بشكل أساسي ستعمل مع مفصل واحد سيتدور مفصل الكتف. في حركات الطيران من المهم الحفاظ على ثني الذراعين قليلاً وتثبيتهما في موضعهما، وبشكل أساسي ستتحرك الذراع في شكل قوس مما يسمح بالتمدد، وستعمل نقطة الانكماش على رفع الوزن إلى الأعلى والضغط على العضلة الصدرية. إحدى الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكثير من لاعبي كمال الأجسام
عند قيامهم بتمارين الطيران هو محاولة ممارسة تمارين ثقيلة جداً. الذباب في الأغلب يعتبر تمريناً للعزلة وليس في الواقع تمريناً لبناء الكتلة. في الواقع رأيت الكثير من بطلي كمال الأجسام العالميين يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية ويستخدمون الدمبل الذي يبلغ وزنه 25 أو 30 رطلاً ويعزلون العضلات حقاً ويتعلمون كيفية الشعور بالعضلات بشكل فعال. أحد الأشياء التي يمكن أن تحدث عند قيامك بذبابة ثقيلة للغاية هو أنه يمكنك إجهاد أو تمزق العضلة الصدرية أو عضلة الثنائية الرأس، لذلك عليك أن تكون حريصاً جداً على عزل العضلات وتعلم كيفية الشعور بها حقاً. أفضل طريقة لوصف حركة الذبابة الصدرية هي أنها بمثابة عناق كبير. أنت تحمل الوزن فوق رأسك وتتجه راحتا اليدين نحو الداخل، تقوم بثني ذراعيك قليلاً ثم تحاول إبقاء مرفقيك في نفس الزاوية تقريباً طوال التمرين. أنت لا تريد الكثير من ثني الذراعين واستقامتهما، الأمر الذي يتطلب جهداً من الرأسين. بدلاً من ذلك عليك أن تخفض الأوزان في قوس عريض وتشعر بتمدد عضلات الصدر ثم ترفعها للأعلى في القوس نفسه وتضغط على عضلات الصدر معاً كما لو كنت تعطي شخصاً ما عناقاً كبيراً. باستخدام الدمبل يمكنك القيام بذبابة الدمبل على مقعد مسطح أو مائل أو منحدر بحسب إذا كنت تريد تركيز تدريبك على المنطقة الوسطى أو العلوية أو السفلية من الصدر. تذكر أن الذباب عبارة عن تمرين عزل وليس تمرينا مصمما في المقام الأول لبناء القوة والكتلة، لذا حافظ على أوزانك معتدلة وقم بتطوير الشدة التي تحتاجها من خلال تقنية صارمة للغاية ونطاق كامل من الحركة والتركيز والحفاظ على العقل في العضلات والتدريب على الفشل العضلي اللحظي في كل مجموعة. عندما تقوم بتمرين الصدر من على المقعد تأكد من عدم تجاوز زاوية 180 درجة. لا تنزل إلى أبعد من ذلك لأن ما تبدأ بفعله هو تمزيق وتمديد الأنسجة في المفصل العضلي في منطقة سطح الصدر. يمكن أن يساهم ذلك في خلق علامات تمدد على جسمك بالإضافة إلى تلف نظام الأربطة في المفاصل. الكثير من الأشخاص يسألونني هل هناك فرق بين طريقة تدريبي وتدريب الرجل؟ أقول نعم بالتأكيد. عدد قليل جدا من الرجال الذين أعرفهم يمكنهم ضغط المقاعد بوزن 315 رطلا. بعد تمارين التجديف على الأرجح أن الحركة المتقاطعة بالكابل هي الحركة الأكثر ارتكاباً لشكل غير صحيح في صالة الألعاب الرياضية. كثيراً ما يرتكب لاعبو كمال الأجسام خطأ ثني وتقويم أذرعهم أثناء الحركة مما يؤدي إلى الابتعاد عن عزلة الصدر. أيضاً يقومون بخفض أذرعهم كثيراً نحو جوانبهم مما يسمح للعضلتين العريضتين باللعب. بدلاً من ذلك عند القيام بالانتقالات تريد أن تشعر بتمدد الصدر وتقلصه تماما كما هو الحال مع ذباب الدمبل، لذلك تحتاج إلى تطوير نفس حركة العناق باهتزاز كتفيك للخلف ثم تجميعها معا في الأمام لتحقيق أقصى قدر من تقلص الصدر. منك تمرين الجزء العلوي أو السفلي أو الأوسط من الصدر بهذا التمرين اعتماداً على مدى انحنائك للأمام وفي أي زاوية تجمع يديك معاً. يمكنك اختيار الزاوية التي تناسبك، لكن تأكد من عدم إسقاط مرفقيك كثيراً للأسفل باتجاه جانبيك حتى تشارك عضلاتك اللاتينية في هذا التمرين. لذلك قم بعزل عضلات الصدر قدر الإمكان وأبعد العضلات مثل العضلات العريضة والعضلة الثلاثية الرؤوس عن هذا التمرين. عندما تقوم بتدريب صدرك باستخدام مجموعة الصدر ستكون قادراً على العمل بعزلة صارمة للغاية وكذلك من خلال نطاق طويل جداً من الحركة، لذلك يعد هذا تمريناً رائعاً لتحقيق أقصى قدر من التفاصيل والتعريف العضلي. للحصول على أقصى استفادة من هذا الجهاز
يجب عليك استخدام مجموعة تمارين الصدر في المقام الأول لتقليل الضغط والوزن الخفيف والتدريب العالي. بدلاً من المقاومة الشديدة، ركز على التقنية الصارمة، تمتد بقدر ما تستطيع دون إزعاج، ثم اجمع ذراعيك معاً واضغط على عضلات الصدر في الجزء العلوي من الحركة لتحقيق أقصى قدر من الانكماش. الوزن الزائد مهم جداً. إن إضافة عدد كبير جداً من الألواح إلى المكدس عندما تتدرب على سطح الصدر يضع ببساطة الكثير من الضغط على مفصل الكتف والعضلات المعنية، ولا يمنحك أي فائدة إضافية في المقابل. روتين الصدر رقم 1 يصل إلى 10 ممثلين. الضغط بالدمبل المائل 4 مجموعات من 10 تكرارات. ذبابة الدمبل المسطحة أو المائلة 4 مجموعات من 10 إلى 12 تكرارا. عمليات الانتقال الجدول 4 مجموعات من 10 إلى 12 تكرارا. روتين الصدر رقم 2، اضغط على الحديد المائل. أربع مجموعات من 10 تكرارات. اضغط على الدمبل على مقاعد البدلاء المسطحة. 4 مجموعات من 10 تكرارات. أربع مجموعات من 10 تكرارات. يطير سطح السفينة بيك. 4 مجموعات من 10 إلى 12 تكرارا. العضلة الثلاثية الرؤوس هي ببساطة لتقوية الذراع. العضلة الثلاثية الرؤوس هي عضلة ثلاثية الرؤوس تقع في الجزء الخلفي من الجزء العلوي من الذراع، وتبدأ من الكتف وتوضع في الساعد أسفل الكوع وتعمل في مواجهة العضلة ذات الرأسين. العضلة ثلاثية الرؤوس العضدية هي عضلة ثلاثية الرؤوس تقع على الجانب الظهري من الجزء العلوي من الذراع. يمتد الرأس الطويل للعضلة ثلاثية الرؤوس ويخطف الذراع. يلعب النطق دورا مهما في إجراءات تمرين العضلة ثلاثية الرؤوس، تماما كما تقوم حركة العضلة ذات الرأسين بتحريف المعصم في اتجاه واحد، وهذا ما يسمى الاستلقاء. فإن حركة العضلة ثلاثية الرؤوس تقوم بتحريف الذراع في الاتجاه الآخر أو الكوب. الآن يجب أن يتم تضمين حركة الالتواء هذه في تمرين واحد على الأقل في روتين العضلة ثلاثية الرؤوس. يعد الرأس الطويل للعضلة ثلاثية الرؤوس أيضا جزءا مهما من الروتين. يتم تمديد الرأس الطويل بالكامل عندما تكون في وضع رفع مرفقك. يمكنك أن تشعر بزيادة التوتر في الجزء الخلفي من الذراع، لذلك عليك القيام بتمرين واحد على الأقل في روتين العضلة ثلاثية الرؤوس يعمل على تحريك الذراع في هذا الوضع. تعتمد كيفية تأثير تمرين ضغط الحديد على عضلاتك كثيرا على كيفية إمساكك بالقضيب.
أمسكها بقبضة واسعة وستقوم عضلات الصدر بمعظم العمل. من ناحية أخرى، إذا مسكت القضيب بقبضة قريبة ستجبر الذراعين على العمل عبر نطاق حركة أطول، بينما يتم تقصير طول تقلص الصدرية. هذا يحول الضغط إلى تمرين للعضلة ثلاثية الرؤوس بدلاً من التصدرية. جنباً إلى جنب مع الانخفاضات التي يتم إجراؤها بالجسم في وضع مستقيم، تعتبر مكابس الحديد ذات القبضة الوثيقة تمريناً أساسياً لبناء الكتلة والقوة لتطوير العضلة ثلاثية الرؤوس. تتمتع آلة سميث بالعديد من مزايا التدريب باستخدام الحديد دون بعض العيوب، مما يجعل ضغط آلة سميث بديلاً جذاباً لضغوط الحديد ذات القبضة الوثيقة. على سبيل المثال، حقيقة أنك لا تحتاج إلى تحقيق التوازن والتحكم في الشريط بنفس الدرجة تسمح لك بإبقاء أيديك أقرب من بعضها البعض أكثر من الممارسة بالأوزان الحرة، لكنك لا تزال ترفع ضد قوة الجاذبية والتي تمنحك أكبر استجابة وتكييف من العضلات، وبالتالي فإن النتيجة هي القدرة على تحقيق أقصى قدر من العزل في تدريب العضلة ثلاثية الرؤوس جنباً إلى جنب مع أقوى تقلص للعضلات، وهذان العنصران يضيفان أقصى قدر من الشدة في تدريب العضلة ثلاثية الرؤوس. الانخفاضات على مقاعد البدلاء هي نوع من المفارقة، إذ تعتبر حركة ضغط تتم بعزلة وصرامة في تمرين التمديد، كما هو الحال مع انخفاضات الشريط المتوازي. كلما انخفضت في هذه الحركة زادت الكثافة التي تولدها. في الواقع، تميل الانخفاضات على مقاعد البدلاء إلى أن تكون شائعة جداً بين النساء، حيث يفتقر الكثير منهن إلى قوة الجزء العلوي من الجسم للقيام بالانخفاضات المتوازية عندما يبدأن التدريب للمرة الأولى، لكنك تحتاج إلى ممارسة الرعاية المناسبة مع هذه الحركة. لا تنزل أبداً إلى درجة تعرضك لخطر إرهاق العضلات والأوتار والأربطة والإصابة. حافظ على الحركة سلسة وثابتة وتحت السيطرة الكاملة في جميع الأوقات. للحصول على التطور الأقصى للعضلة ثلاثية الرؤوس، حاول تبديل الانخفاضات على مقاعد البدلاء مع الانخفاضات المستقيمة في الشريط المتوازي في روتين تدريب الذراع الفردي. ما يميز حركة التمديد عن الضغط هو أن مفصل الكوع فقط هو الذي يشارك، لا تشمل التمديدات الكتف. يتم الحفاظ على ثبات المرفقين طوال التمرين، ويتحرك الوزن لأعلى ولأسفل في شكل قوس، مع الحفاظ على المرفقين كنقطة محورية ثابتة. عند القيام بتمارين تمديد العضلة ثلاثية الرؤوس، والتي تطلق عليها أيضاً تمرين الضغط الفرنسي، يفضل معظم من يمارسون كمال الأجسام استخدام شريط تجاعيد سهل، على الرغم من أنك يمكنك استخدام شريط مستقيم والحصول على نتائج ممتازة أيضاً. إذا كنت تجلب الشريط إلى جبينك أو إلى أعلى رأسك، فهذا في الغالب مسألة تفضيل شخصي والأنحاء الفردية لكل شخص. فقط تذكر، خلال أي حركة تمديد يجب عليك التركيز على الشعور بإطالة عضلة ثلاثية الرؤوس وتمددها في الجزء السفلي من الحركة، ويجب عليك تجربة ذروة انكماش كاملة مع تقلص العضلة ثلاثية الرؤوس بالكامل في الأعلى. التقنية الصارمة ومدى الحركة الكامل هما مفتاح النجاح الحقيقي مع تمديدات ثلاثية الرؤوس. اعمل على تلك العضلة ثلاثية الرؤوس، واعمل لتحقيق التوازن والتماثل في جميع أنحاء جسمك. حسناً، الأمر الأول وقبل كل شيء، يجب على المبتدئين أن يتعلموا كيفية أداء التمرين بشكل صحيح. أنا أؤمن بالتمارين الأساسية وأؤمن بالحركة الكاملة الصارمة. أعتقد أن الجزء الأكثر أهمية في التمرين هو القيام بالتمارين بشكل صارم جداً وعلى كامل المدى. تمديدات ثلاثية. الرؤوس الدائمة هي شكل مختلف من تمديدات العضلة ثلاثية الرؤوس الكاذبة، وهي في الأساس تجرى بنفس الطريقة. واحد الاختلافات المشهورة هو أنه عند القيام بتمديدات في وضع الوقوف سيكون موقع مرفقيك إلى الخلف، بما يخلق ضغطاً أكبر في الرأس الطويل للعضلة ثلاثية الرؤوس، بما يكرهها للانقباض بشكل أكثر كثافة خلال الحركة. إحدى الميزات في استخدام الدمبل في العديد من التمارين هو القدرة على تمرين كل جانب من الجسم بشكل مستقل وبأكبر قدر من العزلة، وهذا ينطبق بشكل خاص على تمديدات ثلاثية الرؤوس باستخدام الدمبل.
ومع ذلك هناك ميزة أخرى في القيام بتمديدات بواسطة الدمبل، وهي إطالة نطاق الحركة. ستلاحظ أن الوزن لا ينزل مباشرة للخلف، بدلا من ذلك فإنه يتوجه خلف جزء الرأس الخلفي ويلتف حتى أعلى العمود الفقري، حتى تتمكن العضلة الثلاثية الرؤوس من التمديد إلى أقصى حد. لتحقيق هذا النطاق من الحركة بأمان، تأكد من استخدام وزن خفيف يكفي لهذه الحركة حتى تتمكن من تمديد العضلة ثلاثية الرؤوس إلى أقصى حد ممكن، لأن هذا هو المفتاح للحصول على أقصى استفادة من هذا التمرين بالذات. تجعل العمولات حركة تمديد فعالة. تذكر ما هي تمارين التمديد. تأكد من إبقاء المرفق ثابتا قدر الإمكان، بحيث يتحرك الوزن للأمام والخلف في شكل قوس مع جعل المرفق نقطة محورية ثابتة. امدد الوزن، لا ترفعيه للأعلى والخلف بالكتف. من المحتمل أن يكون تمرين ضغط ثلاثي الرؤوس هو التمرين الأكثر شيوعاً لعضلة ثلاثية الرؤوس. المفتاح الرئيسي هنا هو ما إذا كان المرفقان يستخدمان كنقاط محورية ثابتة أم لا، أو ما إذا كنت تسمح للكتفين بالتدخل، وما إذا كنت تميل للأمام من الخصر أثناء الحركة للمساعدة في دفع الوزن. كلا الأسلوبين يحولان التمرين إلى تمرين ضغط أكثر من كونه امتدادا، وهو ما ليس من المفترض أن يكون عليه بغض النظر عن اسمه. على الرغم من أن الانكماش باستخدام الدمبل يحتاج إلى أقصى درجة من الكثافة، يحتج على تمديد ثلاثية الرؤوس قدر الإمكان. مع الضغط على الكابل للأسفل يكون موقف التمديد مهما، ولكن ما عليك الحقيقي الانتباه إليه هو الانكماش الكامل في الجزء السفلي من الحركة. عند الضغط على الذراعين الفكرة هي شد عضلات ثلاثية الرؤوس ومحاولة الشعور بأقوى انقباض ممكن مع كل تكرار. عند الوصول للذروة في أداء تمارين العضلة ثلاثية الرؤوس بالكابل، الوزن ليس بنفس الأهمية كاللهيب. عندما تعمل بأقصى جهد ستشعر بعد بعض الوقت كأن عضلاتك ثلاثية الرؤوس تحترق، وكأن النار تشتعل فيها بسبب تراكم الحمض اللاكتيك الثقيل في العضلات. تجدون مجموعة متنوعة من الأجهزة في معظم صالات الألعاب الرياضية يمكنك استخدامها لتدريب العضلات ثلاثية الرؤوس. إنها تتطلب الدقة والتركيز وتنفيذ كامل الحركة. للحصول على الفائدة القصوى ابق على الأوزان الأخف والمجموعات ذات التكرارات العالية. قم بالتدريب من أجل الجودة باستخدام أجهزة ثلاثية الرؤوس بدلا من التركيز على الكتلة أو القوة. روتين تدريب العضلات ثلاثية الرؤوس الأول: ضغط البار بالقبضة المغلقة 4 مجموعات من 10 تكرارات. تمديد العضلة ثلاثية الرؤوس بذراع واحدة 4 مجموعات من 10 إلى 12 تكرارا. اضغط على الطاولة لأسفل. روتين تدريب العضلات ثلاثية الرؤوس الثاني: الانخفاضات مقاعد البدلاء 4 مجموعات من 10 إلى 12 تكرارا. تمديد العضلة ثلاثية الرؤوس بالبار 4 مجموعات من 10 إلى 12 تكرارا. التمديد باستخدام الجهاز 4 مجموعات من 10 إلى 12 تكرارا.
الآن بعد أن تعرفت على أفضل التمارين لتطوير صدرك والعضلة ثلاثية الرؤوس، ضعها في خدمتك. بذل ما لديك من جهد وسوف تندهش بعد 30 يوماً بما ستحققه. في الشريط التالي هناك 30 من أفضل التمارين التي سيوضحها لك أبطالي كيفية تطوير الأكتاف لتكون أوسع وأكثر سمكاً، بالإضافة إلى كيفية تقوية وتطوير كل عضلة في ساقيك. الكمال الأجسام عامة هو شكل رائع للتربية البدنية الشاملة. أنا شخصياً كمحترف أخذ مني زمناً طويلاً لأحقق ما أردت. يعني ليس كل من يبدأ كمال الأجسام سيصبح محترف، فهي رياضة صعبة للغاية وتستغرق الكثير من الوقت، ولكن يمكنك من خلال كمال الأجسام تغيير جسمك إلى طلبته بشكل خاص. إذا أردت أن تصبح محترفاً فعليك أن تتدرب مثل المحترفين. إذا أردت أن تبدو أفضل فإن كمال الأجسام سيفعل ذلك. لا تستمع للآخرين، فقط اتبع قلبك، انطلق نحوها، افعل ما تريد القيام به. يمكنك تحقيق أي شيء تريده، عليك فقط المضي قدماً لتحقيقه. يمكنك أن تبدأ مجرد الرغبة في الحصول على لياقة بدنية، ولكن في النهاية أقول لك إنها رياضة مسببة للإدمان للغاية، وستصبح مشاركاً فيها أكثر فأكثر، وكلما فعلت ذلك كلما زاد التقدم الذي ستلاحظه والمزيد من التقدير الذي تحظى به، وهذا سيكون للاعبي كمال الأجسام من الدرجة الأولى. فقط تذكر أن الأقوياء فقط هم من يبقون على قيد الحياة، لذلك عليك أن تظل قوياً، وعليك أن تتدرب بقوة، وانتقل إلى صالة الألعاب الرياضية وتدرب كما لو لم يكن هناك غد، وكأن لا شيء على الإطلاق يمنعك من الوصول إلى هدفك، واجعل كل تمرين مهم. أحد الأمور الرئيسية التي جعلتني أحصل على الكثير من الكثافة في التمرين هو أنني عندما وصلت إلى صالة الألعاب الرياضية كنت شخصاً مهماً مثل الكثيرون، وأردت أن أكون الأقوى بأي ثمن. لذا كان هدفي عندما أحمل وزناً أن أستخدم فوراً كل التركيز الذي أستطيعه وأقوم بكل شيء بشكل مكثف، وتطورت ذلك ببطء بحيث أصبحت شدتي تلقائية مع مرور السنين، وأعتقد أن ذلك ساعدني على أن أصبح أقوى وأصبح بطلاً حقيقياً. كمال الأجسام يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على حياة أي شخص. يمكنه مساعدتك على خفض الوزن وإعطائك ثقة أكبر. يمكنه تغيير شكلك الجسدي، وهو أمر جيد لك من الناحية العقلية. يمكنه أن يكون جيداً لأي شخص. عندما بدأت رياضة رفع الأثقال لأول مرة كنت دائماً أتطلع إلى ممارسة الكمال الأجسام، ولكنني لم أشعر أن لدي الجينات اللازمة لذلك. وعندما بدأت في التدريب بشكل أشد ودفعت نفسي إلى أبعد من ذلك، بدأت أرى النتائج. قلت ها هو الأمر يمكن أن ينجح. أعتقد أن التعريف الذي سأصل إليه بشأن تقنيات التمرين عالية الكفاءة هو الذهاب وقضاء أقل كمية ممكنة من الوقت في صالة الألعاب الرياضية وتحقيق أقصى قدر ممكن من النتائج.